السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب. معكم عيدان بو عيدان AKA يامي شان، أخوكم الصغير من الكويت، ستريمر يوتيوبر. أحب أسوي كونتنت، وايد شغلات أحب أسويها وعندي هوايات متنوعة وأحب أشارك فيها المتابعين. الستريم أحب فيارتي ستريمر، أحب أسوي مثلا أحب ألعاب الكومبتيتيف، أحب الألعاب اللي فيها تفكير، ألعب ألعاب PvE وألعب ألعاب PvP. أحب البطولات، يعني أحب شيء اللي يخلي الواحد يفكر، يعني نفس ألعاب League of Legends. ألعب تشيس اللي هي شطرنج، ألعب Call of Duty اللي هي الباتل رويال، ألعب ألعاب تختيم. أحب القصص وأحب أشارك وياكم القصص اللي أتابعها وأعطيكم رأيي وندش نشوف ندش أجواء مع بعض. وأحب ألعاب طبعا الرعب. وايد ناس يبغون يلعب ألعاب رعب، فنلعب ألعاب رعب والحمد لله خلصت وايد ألعاب ما كنت أتوقع أني بخلصها، وإن شاء الله في جديد قادم حق ألعاب الرعب بإذن الله. غير الجيمز أحب المانجا والأنمي، أقرأ المانجا، يعني في مانجا شونن أقرأ مثلا مثل برزيرك، ون بيس، عندي أي مانجات متنوعة. طبعا ما نخرب على بعض سبويلرات. وطبعا اتابع انميات نتناقش فيها بعض المرات بالجست شاتينج، حتى انميات الكرتون القديمه اللي هي مالت ايام الطيبين. احب على قولتهم سوالف التقنيه، نتكلم مثلا مرات على التليفونات، نتكلم بعض المرات على الابديتس اللي بعالم التكنولوجيا حق مثلا البروسيسرات، الكمبيوترات، الكروت الشاشه، شنو الشغلات اللي تسويها كستريمر ولاعب. يعني في ناس مثلا ما يحبون يسوون ستريم، مثلا يحبون بس يلعبون، فهم بعد نضبط اجهزتهم حق اللي مثلا بس يبي جهاز حق جيمز، تبي جهاز حق لعب، يعني نتبادل الخبرات. فحلو الواحد على قولتهم يتبادل الخبرات مع متابعينه والناس اللي يحبون هالشغله هذه. أسوي فلوقات بالإنستغرام، إن شاء الله قريبا راح أسوي فلوقات في اليوتيوب، فستي توند. إن شاء الله، وفي وايد على قولتهم كونتنت ستاند باي، وإن شاء الله قريب بس تتضبط الأمور إن شاء الله راح تشوفون شغلات جديدة ونتعرف على بعض. وشنو ومثلا تسألون شنو في بالجست شاتينج ويا يامي شان، طبعا نسولف وايد شغلات، يعني نسولف مثلا عن الجيمز والأنمي، نسولف عن القصص، حتى الشغلات الاجتماعية نسولف عنها، حياتنا اليومية شلون نطور من حياتنا، يعني يصير في تبادل. يعني الحمد لله، يعني أهم شيء إن الواحد ينقل الإيجابية، ومنها ترى أنا هم بعد على قولتهم أحتاج هالإيجابية هذه منكم، فهذا شيء وايد حلو إن كلنا على قولتهم we lift up together. فوايد إن شاء الله في شغلات حلوة هم بعد بالجست شاتينج مو بس في الفيديو جيمز. وطبعا ان شاء الله مثلا تبي تسالون تقولون شنو في شغلات جديده، في ان شاء الله العاب تختيم اللي هي مثلا العاب الديمون سولز والبيرسونا، في العاب وايد بالبي اس 5 ان شاء الله راح نختمها قريب، وفي العاب هم اونلاين الحين انا قاعد العب ليج اوف ليجندز، بس في العاب ثانيه ان شاء الله راح نلعبها، فراح نستمتع مع بعض ونتعلم مع بعض ان شاء الله شغلات جديده. وحياكم الله، وان شاء الله على قولتهم الايام الجايه تكون افضل واحلى، و اشوفكم ان شاء الله قريب.